سأعطيكم أولاً نبذة صغيرة عن الموضوع، ثم نرى الفيديو والذي بالتأكيد سيؤثر بكم ويبكيكم، وبعده نجوم بهدلهم الفقر، حيث أحدثت الفنانة ومقدمة البرامج سعاد سلمان ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء 18 مارس 2020 بسبب ظهورها في مقطع فيديو بدا انه مسرب، وظهرت وهي تتحدث الى شاب وتشكو له معاناتها من الضيق المادي وتسال عما اذا كان بامكانها استدانه المال منه، كما اشارت الى ان ثلاجتها ومطبخها فارغين. دي سعاد سلمان فنانه خليجيه شهيره، فيديو مسرب هنشوفه دلوقتي كشف عن معاناتها. وأطلق هذا موجة من التعليقات، حيث لفت بعض المتابعين إلى أنه لم يكن على من سرب المقطع أن يفعل هذا حرصا على سمعة الفنانة، فيما ذكرها آخرون بإجرائها عملية تكميم للمعدة متسائلين عن سبب إفلاسها. حتى في مصيبتها ديت الناس بيتنمروا عليها ويقولوا لها خسي، حاجة عجيبة، ناس ما وراهاش غير الانتقاد. ويشار إلى أن سعاد سلمان لفتت الأنظار في وقت سابق بعد ظهورها في فيديو سجل لها أثناء وجودها في أحد المستشفيات، وقالت حينها أنها تستعد للخضوع لعملية تكميم معدة من أجل التخلص من الوزن الزائد، وطلبت ساعدها من الجميع الدعاء لها. وأتى ذلك بعدما تعرضت لموقف محرج على الهواء أثناء تقديمها برنامج صباح الكويت، حيث توجه إليها أحد المتصلين بالقول: أنا عندي طلب من سعاد، ممكن تسوين رجيم عشان تفرحي قلبي؟ وإن شاء الله ما أنك فرحت قلبك. وبدت عليها علامات الشعور بالإحراج الشديد قبل أن تؤكد أنها تتبع نظاما غذائيا لخسارة الوزن، وأنها تمكنت من التخلص من القليل منه. وإليكم الآن الفيديو المبكي. ما عندك تسلف لي؟ والله محتاجة فلوس وربك. يا ويلك والله والله العظيم صدق ودي أشتري بيتي، يعني الفلوس المسرحية والله العظيم ما استلمتهم للحين، وبعدين لو أقول لك المبلغ والله ولا جنة، يعني كلش حرمة ضايقة والله العظيم، مخنوقة حيل حيل، يعني ودي أجيب أغراض حق البيت وكل شيء ماكو، يعني كل شيء بالمرة، والله لو أوريك فلاشتي فاضية، لا هذه ولا هذه فيهم أي شيء، زيرو. يتخيلوا أمين الهنيدي، واحد من أشهر الممثلين الكوميديين في مصر. ولد الهنيدي في 1 أكتوبر عام 25، وقدم أكثر من 40 فيلم، من بينها الأزواج والصيف وغرام في الكرنك وشباب مجنون جدا وغيره. في نهاية حياته عانى الهنيدي من مرض سرطان المعدة، وتوفي في 3 يوليو عام 86 عن عمر ناهز 60 سنة. كان يعالج على نفقة الدولة، ولم يكن لدى أسرته مالا لاستلام الجثة أو تكاليف الدفن. تخيلوا أمين الهنيدي كان من أشهر الناس في عصره. عماد حمدي حامل لقب فتى الشاشة الأول، ولد في 25 نوفمبر عام 1909 بسوهاج، وكان يعيش حياة ميسورة، وشارك في عدد من الأعمال الفنية من بينها ثرثرة فوق النيل وميرامار والسوق السوداء ووداعا يا غرامي وغيره. وأصيب الفنان عماد حمدي في سنواته الأخيرة بالعمى، وانفصلت عنه زوجته الفنانة نادية الجندي، وأصيب بالاكتئاب بعد وفاة أخيه التوأم عبد الرحمن، ودخل في معاناة طويلة مع المرض اضطرته لبيع أساس منزله لشراء الدواء، وتوفي في 28 يناير عام 84 عن عمر ناهز 74 سنة، وكان رصيده في البنك 20 جنيه فقط. مين يصدق؟ والاسم الكامل للفنان عبد العزيز مكاوي، الذي ولد في 29 يناير عام 34 وحصل على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 54، وكان واحدا من نجوم عصره الكبار وعضوا بنقابة المهن التمثيلية، وشارك في عدد من الأعمال الفنية من أبرزها فيلم القاهرة 30 ولا وقت للحب. ده الفنان القدير عبد العزيز مكاوي، أكيد فاكرينه.
في القاهرة 30، فكان يتحدث 3 لغات بطلاقة، هي الفرنسية والإنجليزية والروسية، إلا أن الحال انتهى به إلى الشوارع بعد أن تخلى عنه أقاربه ومعارفه وأصدقائه. أصبح يعيش مشردا على أحد الأرصفة في حي المنشية بالإسكندرية. تخيلوا ده شكله وهو بيعيش مشرد في الشوارع. وفي عام 2011 تعرض مكيوي الذي اتخذ من أحد الشوارع بجوار مقهى بالإسكندرية ملجأ له، تعرض لحادث سيارة وأصيب بكسر في ساقه، اضطره لاستخدام كرسي متحرك، وعندها تحركت نقابة المهن التمثيلية وتم علاجه بأحد مستشفيات القوات المسلحة، وتوفي الاثنين 18 يناير 2016 عن عمر ناهز 82 سنة بإحدى دور المسنين. الله يرحمه. فقر وحش. يونس شلبي، الفنان الكوميدي الراحل يونس شلبي ولد في 31 مايو عام 41 بالمنصورة، وشارك في أكثر من 77 فيلم من بينها الفرن وأمير الظلام ومحطة الأنس والأسطى محروس وغيرهم. طبعا معروف مدرسة المشاغبين كمان. كما شارك في 20 مسلسل تلفزيوني من بينها عيون وأنا اللي أستاهل وبوجي وطمطم وغيرهم. توفي الفنان يونس شلبي في 12 نوفمبر عام 2007 عن عمر ناهز 66 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وناشدت زوجته الحكومة وطلبت بعلاجه على نفقة الدولة بعد أن اضطرت الأسرة لبيع آخر أملاكها في الدقهلية بسبب تكاليف العلاج. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثلاثة، تحية كاريوكا، الراقصة والفنانة الشهيرة تحية كاريوكا من مواليد محافظة الإسماعيلية في 22 فبراير عام 1919، وعرفت بأنها آخر العظماء في تاريخ الرقص الشرقي، وشاركت في عدد من الأفلام الرائعة من بينها لعبة الست وشباب امرأة وخلي بالك من زوز وغيرهم. وفي نهاية حياتها عاشت تحية كاريوكا حياة مأساوية بلا أموال وبلا سكن، وقامت عند سيدة لا تعرفها بمنزلها في حي شبرا، وظل الفنان سمير صبري ينفق عليها لمدة 3 سنوات، كما أمنت لها الفنانة الراحلة فاتن حمامة شقة لها لتعيش بها. وتوفيت تحية كاريوكا في 20 سبتمبر عام 99 عن عمر يناهز 80 سنة إثر تعرضها لجلطة رئوية حادة. مأساة، مين يصدق؟ دي نهاية تحية كاريوكا. فاطمة رشدي، الفنانة فاطمة رشدي من مواليد اسكندرية 15 نوفمبر عام 1908، ودخلت عالم الفن في سن العاشرة، وأصبحت واحدة من رائدات المسرح والسينما المصرية، واتجهت للتأليف والتمثيل والإخراج، ولكن عاشت الأيام الأخيرة من حياتها في فقر شديد، رغم ثروتها الفنية التي تزيد عن 200 مسرحية و16 فيلم سينمائي. في أواخر الستينيات واعتزلت فاطمة رشدي الفن بسبب تقدمها في العمر وانحسار الأضواء عنها، وكانت تعيش حياة بائسة في حجرة بأحد الفنادق الشعبية بالقاهرة، وتدخل الفنان الراحل فريد شوقي لعلاجها على نفقة الدولة وتوفير مسكن لها، ولكنها لم تستطع الاستمتاع بما أتيح لها، وتوفيت في 23 يناير 96 عن عمر ناهز 87 سنة. دي فاطمة رشدي. وداد حمدي، الفنانة الكوميدية خفيفة الظل وداد حمدي اشتهرت بدور الخادمة، وشاركت في حوالي 600 فيلم من بينها يا عزيزي كلنا لصوص، 600 فيلم، وإشاعة حب والهلفوت وعنتر ابن شداد وغيره. وولدت وداد حمدي في 3 يوليو عام 24 بمحافظة كفر الشيخ، وحظيت بشهرة كبيرة. توفيت الفنانة وداد حمدي في 26 مارس عام 94 بطريقة مأساوية بعد أن قتلها الريجيسير طعنا بالسكين بدافع السرقة، ولكنه لم يجد في منزلها سوى جنيهات قليلة، ومع ذلك لم يكن أحد يعلم أن الفنانة وداد حمدي فقيرة. بيوت تخفي أسرار. أمين الهنيدي، حسن فايق، الممثل الكوميدي الشهير حسن فايق ولد في 7 يناير عام 91 بالدقهلية، ورغم أنه برع في أداء أدوار الباشا والرجل الساري، وشارك في أكثر من 151 فيلم من بينها ليلى بنت الأغنياء وقلبي دليلي وسكر هانم وغيره، فإنه أصيب بالشلل النصفي في أواخر أيامه،
وتجاهله المسؤولون، حتى أخرج له الرئيس الراحل أنور السادات معاشا ليستطيع العيش في سنواته الأخيرة، وتوفي حسن فايق في 14 سبتمبر عام 80 عن عمر 89 سنة. مأساة، مين يصدق إن حسن فايق ما كانش له معاش حتى يعيش منه لولا الرئيس أنور السادات. يا ما أضحك كثيرين. زينات صدقي، الفنانة الكوميدية الشهيرة زينب محمد سعد صدقي التي اشتهرت بزينات صدقي من مواليد اسكندرية 4 مايو عام 1913، شاركت في عدد من الأعمال الفنية البارزة مثل المجانين في نعيم ومعبودة الجماهير والعتبة الخضراء وحلقات السيدات وغيره. أصيبت الفنانة زينات صدقي في لحظاتها الأخيرة بمرض الالتهاب الرئوي، وبعدت عن الأضواء واضطرت لبيع أساس منزلها لتغطية نفقات الطعام والعلاج، ولم تطلب معونة أي شخص رغم فقرها، كما أنها رفضت التقدم بطلب للرئيس الراحل أنور السادات للعلاج على نفقة الدولة، وماتت في 2 مارس عام 1978 عن عمر ناهز 64 سنة. كل دول كانوا نجوم، مين يتعظ؟ إسماعيل ياسين، الفنان الكوميدي الشهير أبو ضحك بجنان من مواليد محافظة السويس في 15 سبتمبر عام 1912، عانى في حياته ووفاته أيضا، فرغم أن والده كان صائغا ميسور الحال إلا أنه دخل السجن بعد تعرضه للإفلاس، فعمل إسماعيل ياسين مناديا أمام محل لبيع الأقمشة، ثم مناديا لمواقف السيارات، وانتقل للقاهرة بعدها وسكن في أحد الأحياء الشعبية، ثم التحق بأحد الفرق الموسيقية، ومن هنا دخل عالم السينما والشهرة. في الستينيات انحسرت الأضواء عن إسماعيل ياسين بسبب مرضه وابتعاده عن تقديم المونولوج، وفوجئ بتراكم الضرائب عليه، وأصبح بين عشية وضحاها مطاردا بالديون، وبيعت العمارة التي بناها من كفاحه أمام عينيه لسداد ديونه، وتوفي فقيرا في 24 مايو عام 1972 عن عمر ناهز 59 سنة إثر إصابته بأزمة قلبية حادة. الفيديو ده هيجيب لي اكتئاب. عبد السلام النابلسي، عبد السلام النابلسي فنان فلسطيني الأصل، ولد في 5 يوليو عام 1899، وشارك في عدد من الأعمال الفنية منها فتى أحلامي وغيرها. وعانى عبد السلام النابلسي في نهاية حياته من الفقر بعد أن أعلن بنك أنترا في بيروت إفلاسه، وكان النابلسي يضع كل أمواله في هذا البنك فأفلس هو الآخر. وعانى النابلسي من الفقر والمرض معا قبل وفاته، وامتنع عن الطعام تماما قبل أيام من رحيله في 5 يوليو عام 68 عن عمر الناس 68 سنة، ولم تجد زوجته مصاريف الجنازة، فتولى صديقه الفنان فريد الأطرش التكاليف. مش ممكن. عبد الفتاح الأسري، يعد الفتاح عبد الفتاح الأسري واحدا من عمالقة الكوميديا في السينما المصرية، وولد الأسري في 15 أبريل عام 1905 لأسرة ثرية، حيث كان والده يعمل سايغ، وشارك الأسري في عدد من الأعمال الفنية من بينها ابن حميد وسكرهان وإسماعيل ياسين في مستشفى المجانين وغيره. وكانت نهاية الأسري مأساوية للغاية، حيث أصيب بالعمى وتنكرت له زوجته الرابعة وانفصلت عنه بعد أن جعلته يوقع على بيع كل ممتلكاته لها، كما هدمت له الحكومة البيت الذي يسكن فيه، فانتقل للعيش بحجرة تحت بير السلم في أحد البيوت الفقيرة بالشرمية، وأصابه المرض والفقر معا، فتوفي في 8 مارس عام 64 عن عمر الناس 58 سنة. مأساة، مأساة. ستيفان روستي، رغم أنه تألق في أدوار الرجل الثري من الزواج، فإن الفنان ستيفان روستي توفي فقيرا ولم يجد في جيبه عند وفاته في 12 مايو عام 64 سوى 10 جنيهات فقط، وتوفي ستيفان روستي فقيرا على الرغم من أنه شارك في تمثيل وإخراج عدد كبير من الأفلام السينمائية، وصل عددها لأكثر من 380 فيلم على مدار 40 عاما كاملا من العمل الفني.
كان بيجيد عدد كبير من اللغات كمان. رياض الأصمي الشاويش عطية له مسيرة فنية رائعة، قدم فيها عدد من الأفلام من بينها عنبر واليتيمان وإسماعيل ياسين في الأسطول وابن حميدو ورايا وسكينة وغيره. ولد الأصمي في 13 سبتمبر عام 1903، ورغم أنه عاش حياة كريمة إلا أن أيامه الأخيرة عانى فيها من الفقر بعد انحسار الأدوار عنه وإصابته بالمرض، ولم تجد أسرته تكاليف علاجه أو جنازته ودفنه. متبرع بها أحد المنتجين، وتوفي القصبي في 23 أبريل عام 63 عن عمر الناهز 60 سنة. الله يرحمه. عزيز عيد، المؤلف المسرحي والممثل الراحل عزيز عيد، من مواليد محافظة كفر الشيخ وينحدر من أصول لبنانية. ولد في 1 مارس عام 84، وكون مع الفنانة فاطمة رشدي ثنائي فني، ومن أبرز مسرحياته خلي بالك من روميلي. وتوفي الفنان عزيز عيد في عام 42 عن عمر الناهز 59 سنة، وقال البعض أنه عاش أيامه الأخيرة فقيرا في غرفة فوق سطح أحد العمارات بشارع عماد الدين، وكان يبحث عن لقمة عيشه في صناديق القمامة. أثارت الصرخة التي أطلقتها الممثلة القديرة نضال الجزائري عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بخصوص انهيار بيتها القصديري اللي هو شبه كوخ أو عشة الواقع بحوش بورعدة بضواحي بلدية الرغاية بالعاصمة بحر الأسبوع الماضي، أثارت صدمة كبيرة لدى الجزائريين الذين تفاجأوا من الواقع الاجتماعي المرير الذي تعيشه الفنانة. وعبر الكثير من الفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع الفنانة، داعين إلى التجمع يوم الثلاثاء المقبل في وقف التضامن معها للمطالبة برفع الغبن عنها. وكانت الفنانة نضال الجزائري قد نشرت يوم الخميس الماضي نداء عبر صفحتها الخاصة على الفيسبوك تروي ضمنه تفاصيل ليلة مروعة عاشتها رفقة أبنائها وأمها المريضة تحت سقف بيت قصديري هش في ضواحي الرغاية شرق العاصمة. وأظهرت نضال عددا من الصور لبيتها الذي تعرض لكثير من الضرر بسبب سقوط الأشجار عليه جراء العاصفة التي ضربت المكان. وقالت الفنانة في منشورها: ليلة رعب حقيقية عشتها رفقة عائلتي وأطفالي البارحة إثر الإعصار القوي الذي شهدته مدينة الرغاية. وده البيت المتواضع جدا، الحتة اللي فوق دي اللي داخل منها النور هو ده الشباك. دي الفنانة القديرة نضال الجزائري. الشجرة اهي اقتحمت البيت حطمته خالص، هو أصلا سقف هش شوية قصدير على شوية أهو باين البيت من بره حاجة كأنها مشردة خالص. الجذع الشجرة خرم السقف وبهدل البيت خالص. حاجة مؤسفة. وتقول نضال أنها تواجه أزمة إسكان منذ عام 2002، وقد دفعت أقساطا لاقتناء شقة من برنامج حكومي تساهمي، لكن المعاناة تعمقت مع توالي السنوات وأولادها يكبرون بمشاكل تنفس مزمنة. وفي وقت قياسي تحرك محافظ دائرة الرويبة في العاصمة الجزائر ليعلن حسم المسألة بتوجيه المعنية إلى موقع سكني ممتاز قصد تسلب مفتاح شقتها التي طال أمدها. بينما لم يتأخر رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش في الإعلان عن منح شقته الخاصة هدية للفنانة المتضررة نضال إلى غاية تسوية وضعيتها بشكل نهائي. هنشوف دلوقتي نجوم هدهم الفقر